ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم، ليلة راس السنة، ليلة حب، بنودع 2018 وبنستقبل مع بعض سنة جديدة 2019. يا ترى 2018 كانت إزاي مع النجوم؟ حبوها؟ عندهم ذكريات حلوة؟ عندهم ذكريات وحشة؟ مستنيين 19 ولا عايزين 18 تستنى؟ أنا عن نفسي بقول 18 كانت سنة نازلة، 19 هتبقى سنة طالعة إن شاء الله. لكن أكيد لبلبة بتحب ماجي فرح وعندها دايما متابعة خاصة بيها لماجي فرح والأبراج، وأكيد عارفة 2019 هتكون إزاي وهتستقبلها إزاي. منوراني يا نونيا. ربنا يخليكي يا بوسي، كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبة، وألف مبروك النهاردة جايزة الإبداع الشارع اللي ورانا. ويمكن الشارع اللي ورانا من المسلسلات اللي نونيا عملت لها حالة كبيرة جدا وادتها قيمة كبيرة جدا، وأدائك فيها كان مختلف جدا. الناس متعودين عليكي مع عادل إمام بالكوميديا بالضحكة بالابتسامة، ولكن هنا شافوكي بشكل جديد، شكل مختلف، في ساسبنس، في رقي في الأداء. ومش دي أول مرة بتاخدي فيها جايزة في 2018 عن الشارع اللي ورانا. أخدت يعني دي تاني جايزة، وانا ما كنتش اتصور ان الدور والمسلسل، انا كنت حاسة انه شكل جديد، شكل الناس ما تعودتش عليه، لكن ما كنتش متأكدة لاني انا طالعة ميتة طول المسلسل. انا ميتة من القرن ال19، والميتة دي بتتكلم وبتضحك وبتغني، فالميتين اول مره يتكلموا، فطبعا كان الموضوع شويه غريب. لكن كتابه حاتم حافظ مع المبدع المنتج والمخرج مجدي الهواري عملوا شكل جميل جدا، والتصوير لإيهاب محمد علي، وطبعا الفريق كله. كنا يعني كانت ايام جميله جدا قضيناها. كلميني عن 2018 بالنسبة لك، كانت سنة حلوة ولا سنة كبيسة؟ سنة فيها نجاحات، سنة فيها متاعب، شفتيها ازاي 2018؟ لا، هي كانت سنة مش كبيسة ابدا، كانت سنة لذيذة. وصحيح انا مش من النوع اللي بشتغل كتير، فيعني انا عملت بس الشارع اللي ورانا في 2018، لكن كان في حاجات حلوة كتير ربنا ادهالي، وفي نجاح برضو في الشارع اللي ورانا، فما كانتش سنة كبيسة أبدا. لا، وبتختميها بفيلم جديد كمان. أيوة، وابتديت فعلا كازابلانكا. كازابلانكا يعني طبعا نونيا 2018 كانت سنة السينما والتلفزيون بالنسبة لك، 2019 مستنية منها ايه؟ انا مستنية نجاح لفيلم كازابلانكا، وان ربنا يوفقني، وانا واثقة الفيلم بيتر ميمي مخرج هايل، وامير كرارة اول مرة بمثل معاه، وغادة الكواليس عادل الكواليس ازايها مع غادة عادل وامير كرارة مع الجيل الجديد، وانت وقفتي مع عادل امام، وقفتي مع نجوم الكبار ونور الشريف، وابدعتي مع عاطف الطيب. شايفة الناس الجديدة دي، اللوكيشن الجديد عليكي ده ازاي؟ انا مبسوطة اني بشتغل مع الجيل الجديد والجيل القديم والجيل الوسطاني. ما تتصوريش هم فرحانين بيا قد ايه، وبيدلعوني قد ايه، وانا مبسوطه معاهم، لاني في تكنيك جديد للسينما، وفي نفس الوقت الفيلم اكشن، ففي شكل جديد بيتقدم بيه الاكشن في التكنولوجيا الجديده دي. انا مبسوطه، ومبسوطه برضو بدوري، لان دور لطيف، واحنا ما فيش غير ستتين بس في المسلسل، انا وغدا عادل كلهم رجاله. ان شاء الله السنه 2019 تحصدي فيها جايزه. تنبؤاتك بقى من قراءاتك لماجي فرح ابدا، مين البرج بتاع 2018 هيكون سنه حلوه عليك؟ بصراحه بقى، انا ما قريتش لسه ماجي فرح ولا كارمن، وانا ناويه السنه دي ما اقراش الكتب دي، لان السنه اللي فاتت خذلتنا. قالت ايه ماجي فرح؟ قالت حاجات كتير لاصحابي، وبعدين اصحابي قالوا لنا كده تقولي لنا وتنبئينا، تنبهينا بحاجات وما تحصلش وما تحصلش. فانا السنه دي مش عايزه اشوف ابراج، وخليها على الله، وربنا ان شاء الله يعمل حاجات في حلوه. في امنيه مستنياها ما حصلتلكيش على مدار مشوارك الفني نفسك تحصل في 2019؟
كل سنة أمنيتي هي هي، كل اللي بتمناه إن الناس ينبسطوا وأقدم لهم حاجة حلوة، أبسط الناس وأقدم دور جديد مختلف، شكل مختلف، ده اللي أنا بتمناه. جمهورك قدامك أهو، كلميه وعيدي عليه في بداية 2019 في ليلة راس السهرانة. فين يا نونيا النهاردة؟ اهو معاكي، وبعدين في البيت. مفيش سهره، مفيش خروج، مش لا انا مش من النوع احنا اللي كنا متعودين كل سنه ان احنا نكون مع كنا سمير بنكون خفاجه. الله يرحمه محمود. نقول لسمير خفاجه بيتك كان بيجمع كل نجوم الفن، ولكن انت مكانتك في قلوبنا كلنا، وهنفضل دايما نفتكر ليله راس السنه بيك ان شاء الله. كل اللي افتقدناهم احنا بنفتكرهم وهم جوه قلوبنا، ومش ممكن ابدا هننساهم. وعايزه اقول لجمهوري كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه خير وسعاده، وبلدنا تبقى دايما في احلى حالتها، ونحب بعض ونحب شغلنا ونحب بلدنا، وربنا يخلي كل الحلوين اللي احنا بنحبهم واللي لسه هنحبهم. ما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم، ليله راس السنه، ليله الحب، ليلة الفن، ليلة الفنانين، ليلة المحور، حصريا على المحور انتظرونا مع أحلى النجوم. ما زلنا معكم، ما زلنا مع أسرار 2018 واللي جاي من 2019، وحفلة دير جست السنة 15.